تفاصيل اقتصادية أكثر مع ضيفنا سيد محمد هشام محلل الأسواق المالية في مجموعة إيكويتي الذي ينضم معنا عبر سكايب من القاهرة. مرحبا بك سيد محمد. من جهة وكالة الطاقة الدولية أكدت من جهتها أن هناك شح في السوق العالمية، من جهة أخرى أوبك بلس تواجه مشكلة لبعض أعضائها في تعزيز الإنتاج. برأيك هل سنشاهد طفرات في أسعار برميل النفط أم أنه بدأ بالتراجع فعليا كما شهدنا اليوم؟ تفضل. مساء الخير وأهلا بك وشكرا على الاستضافة. بالفعل احنا حاليا نشهد عمليات أو توترات جيوسياسية قوية جدا في منطقة شرق أوروبا، وهي ما دفعت الأسعار للارتفاع خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي ارتفعت سبب ارتفاع هذه الأسعار هي التوترات الجيوسياسية القوية، ومن ثم كان تأثير أو روسيا كأكبر منتج أو أحد من أكبر كبار المنتجين في العالم، حيث تعتبر في خلال العامين الماضيين أنتجت ما متوسطه حوالي 10 مليون برميل يوميا خلال عامي 2020 و2021، لها تأثير قوي. أيضا أوبك وحلفائها من المنتجين الكبار كانت توجهاتهم خلال الفترة الأخيرة هي تقليص القيود التي تم فرضها خلال ذروة جائحة كورونا، وبالتالي فهي لا تزيد حصتها في السوق فعليا، ولكنها تقوم بتقليص القيود التي فرضتها في وقت سابق. من ناحية أخرى، وكالة الطاقة الدولية تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط لتتجاوز مستويات المعروض خلال العام الحالي. أيضا هناك الطلب القوي أو ارتفاعات الأسعار الحالية هي مبنية أو مدفوعة بالارتفاعات أو الطلب القوي خلال الفترة الأخيرة، وكما ذكرت أن التوقعات تتجه إلى تجاوز الطلب مستويات ما قبل كورونا خلال العام الحالي. فبالتالي طيب، نتوقع أو لا نستبعد ارتفاع الأسعار لمستويات ما فوق 100 برميل 100 دولار للبرميل. طيب، هل يمكن اعتبار أن هذه الأسباب التي تحدثت عنها، التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، هي أسباب رئيسية أم أنها جاءت بالتزامن مع الانفتاح العالمي الذي شهده العالم بعد الإغلاقات في جميع أنحاء العالم بسبب فيروس كورونا؟ هو عامل رئيسي، يعني الطلب القوي مبدئيا هو العامل السبب الرئيسي في ارتفاعات الأسعار. الطلب القوي في ظل نقص المعروض في الوقت الحالي هو ما دفع الأسعار، ثم جاءت التوترات الجيوسياسية ما عززت ارتفاعات النفط خلال الفترة الأخيرة. نتحدث الآن عن ارتفاعات بما يزيد عن 7% خلال شهر فبراير، فبالتالي كل هذه العوامل هي التي دفعت أو أثرت على ارتفاعات الأسعار، ونتوقع خلال الفترات القادمة أن ربما نشهد ارتفاعات أو مزيد من الارتفاعات ربما تتجاوز 100 دولار خلال الربع الأول على أقصى تقدير. يعني هذا حتى مع إمكانية انسحاب روسيا من الحرب فعليا على أرض الواقع، انسحابها من الحدود، ربما أيضا سنشهد ارتفاع في الأسعار؟ في ظل الهدوء أو هدوء الأوضاع الحالية من روسيا والتي قامت بسحب بعض قواتها من على الحدود الأوكرانية، ربما يتجه أو تتجه قادة العالم إلى التوجه إلى الحل الدبلوماسي أكثر لتغليب المصلحة لكلا الطرفين، حيث أن روسيا لن تكون مستفيدة من ناحية غزوها وبالتالي فرض عقوبات عليها، ومن ناحية أخرى لن تكون المتضرر الأكبر من هذه الأزمة ستكون أوروبا، حيث أن روسيا تمد أوروبا بمعظم الغاز الذي تستخدمه في الطاقة وإنتاج الطاقة في أوروبا. لذا فالحل الأمثل في الوقت الحالي هو اتجاه الدول أو أطراف الأزمة إلى اتخاذ الحل الدبلوماسي لتجنب ارتفاع أو أزمة أكثر من الموجودة حاليا. العالم حاليا يعاني من أزمة في التضخم، وأي أزمة أخرى تحدث في قطاع الطاقة تحديدا قد يعقم أو قد يعمق من عملية الأزمة الحالية في ارتفاع الأسعار. طيب، تحدثنا عن ارتفاع تصاعدي بسبب الانفتاح الاقتصادي على مستوى العالم، أيضا عن ليس الارتفاع فقط، عن القفزات التي حدثت خلال الشهر الماضي بسبب التوترات الجيوسياسية، لكن
أسعار النفط وهذا التذبذب وهذا الصعود والهبوط كيف يمكن أن تؤثر على التعافي الاقتصادي العالمي؟ في الوقت الحالي ارتفعت الاسعار لاعلى مستوياتها في 7 سنوات وتخطت مستويات ال 90 دولار بالنسبه لخام غرب تكساس وخام برنت. لكن يمكننا النظر على مؤشر هام جدا وهو مؤشر عبء النفط، هو مؤشر يقيس تكلفه النفط بقياسا او بالنسبه الى الناتج المحلي الاجمالي. كانت التوقعات في منتصف العام الماضي تقريبا ان تصل او يصل متوسط او نسبه هذا المؤشر الى 2.8 اذا وصل متوسط اسعار النفط الى 75 دولار للبرميل خلال عام 2021، وهي على الرغم من ارتفاعها ولكنها لا تزال اقل من المتوسط على المدى الطويل الذي بلغ 3.2 في عام 2005 تقريبا. وحتى تصل النسبه الى هذه النسبه مره اخرى تتجه التوقعات او انه يجب ان يصل متوسط سعر برميل البترول حوالي 85 دولار، وهو لم يحدث العام الماضي. العام الماضي كان متوسط سعر برميل البترول حوالي 70 دولار، ولكن في ظل هذه او ارتفاع في اسعار النفط تمكنت في فتره 2005 تمكنت الاقتصادات الكبرى ان تتغلب على ارتفاعات اسعار النفط بسبب النمو القوي. ومن جهة أخرى إذا نظرنا إلى الاقتصادات الكبرى سنجد مثلا أن الاقتصاد الكبرى يعتمد اقتصادها أو إنتاجها على قطاع الخدمات بشكل كبير. ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال يمثل قطاع الخدمات نسبة كبيرة من الإنتاج في الولايات المتحدة، وعلى عكس قطاع الصناعات الثقيلة الذي يعتمد على النفط. فبالتالي الولايات المتحدة في الوقت الحالي تحتاج إلى نصف ما كانت تحتاجه من 35 عام مضى. ايضا اذا انتقلنا الى اوروبا، فاوروبا حاليا زاد اعتمادها على الطاقه البديله او الطاقه المتجدده، ارتفعت في عام 2019 الى حوالي 20% مقارنه بمقاربه ال 10% في من 10 سنوات. كل هذه العوامل تؤدي الى قله اعتماديه الاقتصادات الكبرى والدول الغنيه على الوقود الاحفوري، فبالتالي ربما النمو الاقتصادي ربما لا يتاثر بارتفاعات اسعار النفط. ايضا في الولايات المتحده ارتفعت نسبه مدخرات الاسر خلال فتره جائحه كورونا، فبالتالي وصلت لمستويات ربما تساعدها على تخطي ازمه ارتفاع اسعار البنزين على سبيل المثال. طيب على ارض الواقع سياسيا، حتى مع انسحاب روسيا من الحدود الاوكرانيه وعدم خوض الحرب بشكل عملي، ربما الولايات المتحده الامريكيه واوروبا ربما سيتحدثون عن أن روسيا تسببت بقلق لشعب كامل أو أقلقت الرأي العام العالمي، وربما كان لديها بعض النوايا للغزو فعليا، وهذه التفاصيل التي ترافق هذا المشهد. لكن اقتصاديا، هل ستتجه الولايات المتحدة وأوروبا لفرض عقوبات اقتصادية حتى مع انسحاب روسيا؟ كما ذكرت في البداية، هو اليوم بدأت روسيا في إظهار جانب من التهدئة بالنسبة للأوضاع في الحدود الروسية الأوكرانية. طيب. قامت بالفعل بسحب بعض جنودها، فبالتالي ستعتمد بشكل أكبر على المصالح. فروسيا لا تريد أن توقف إمدادات الغاز والنفط لديها، تقريبا تصل صادرات النفط الروسية إلى تقريبا حوالي نصف الميزانيه الفدراليه الروسيه. من ناحيه اخرى اوروبا لا ترغب في ان تتوقف انتاجها المعتمد على الغاز الروسي الذي ياتيها من روسيا. فستعتمد في الاخير على الحلول الدبلوماسيه، خاصه ان المستشار الالماني متوقع ان يتجه او يقوم بزياره الى روسيا ربما خلال هذا الاسبوع لبحث مزيد من تهدئه الاوضاع. ففي الغالب من وجهة نظري أنه ستعتمد على الحلول الدبلوماسية، ولن تضطر روسيا إلى القيام بغزو أوكرانيا، وبالتالي لن تضطر الولايات المتحدة أو أوروبا إلى فرض عقوبات على الجانب الروسي، لأن كلا الطرفين سيكون متضرر. طيب هذا التراجع وهذه ربما هناك من يعتبرها هي رسائل طمأنة من قبل الجانب الروسي على أن النوايا ليست نوايا عسكرية حقيقية، هذا التراجع بالمخاوف والتوترات الجيوسياسية كيف سيكون تأثيره على حركة الذهب خلال الفترة القادمة؟
حركة الذهب شاهدنا خلال أو مع نهاية الأسبوع الماضي ارتفاع قوي لأسعار الذهب، واكتمل أو وصل ذروته اليوم إلى مستويات قرابة ال 1880 دولار قبل أن تنخفض إلى مستويات ال 1850 دولار مع الأنباء بأن روسيا تتجه إلى سحب بعض قواتها من على الحدود الأوكرانية. هذا جانب. أما الجانب الآخر فالعالم حاليا يعاني من مشكلة تضخم مفرط، فبالتالي في هذه الحالة تتجه أو يتجه أغلب المستثمرين إلى الذهب كتحوط ضد التضخم، ولكن سيواجه الذهب بعض الضغوط إذا ما حيدنا التوترات الجيوسياسية، وإذا ما نظرنا إلى أن الاحتياط الفدرالي أو البنك المركزي الأوروبي أو بنك إنجلترا، خاصة أن التضخم وصل في الولايات المتحدة الأمريكية لأعلى مستوياته في 40 عام وصولا ل 7.5%، في بريطانيا وصل التضخم ل 5.4%، في المملكة المتحدة وصل أعلى مستوياته في 30 عام، في منطقة اليورو وصل إلى 5%. فكل هذه الارتفاعات في الأسعار تدفع البنوك المركزية للتوجه إلى تجديد سياستها النقدية، وبالتالي ربما بعض الصعود الذي يشهده الذهب في الوقت الحالي سيواجه بعض الضغوط البيعية إذا ما اتخذت البنوك المركزية الأخرى الرئيسية اتجاها نحو رفع أسعار الفائدة. لذا في توقعاتي أن نشهد استقرار للذهب في المناطق الحالية أعلى مستويات 1830 وال 1850 دولار، ربما تساعده قليلا على الثبات أو التحرك مرة أخرى نحو مستويات ال 1870 و 1880، وربما نشهد مستويات ال 1900 دولار إذا ما استمرت الأوضاع والتوترات الجيوسياسية في الحالية في كما هي. ولكن أسفل مستويات ال 1830 دولار ربما نشهد مزيد من الضغوط البيعية على الذهب، وربما نشهد مستويات ال 1800 دولار ربما مع بداية الفدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه في مارس القادم. طيب بلغة الأرقام و رفع الفائدة، تتفق مع احتمال أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية في الشهر القادم؟ حاليا في الوقت الحالي الاحتمالات أصبحت شبه مؤكدة حاليا أن الفدرالي سيقوم برفع الفائدة في اجتماع مارس القادم. كما ذكرت التضخم في أعلى مستوياته في 40 عام. لذا أنا أتحدث عن الكمية، هل هي نصف نقطة مئوية؟ النسبة بشكل كبير حاليا وفقا لأداة الفدرالي فيد ووتش ارتفعت نسبة قيام الفدرالي برفع الفائدة بنصف نقطة 50 نقطة أساس في اجتماع مارس القادم بأكثر من 94% بعدما كانت حوالي 4% منذ شهر فقط تقريبا. التضخم ارتفع بشكل كبير، وتتجه اغلب الاراء ان الفدرالي اصلا تاخر في عمليه رفع اسعار الفائده، وكانت اغلب تصريحات الاعضاء في الفدرالي هي ما اكدت على وجهه نظر ان الفدرالي متجه نحو رفع الفائده ب 50 نقطه اساس، خاصه تصريحات من جيمس بولارد احد اعضاء المصوتين في لجنه الفدرالي الذي قال أنه يتوقع بحلول يوليو القادم أن يقوم الفدرالي برفع نقطة مئوية كاملة بحلول اجتماع شهر يونيو القادم. فبالنسبة لتوقعاتي أتوقع بشكل كبير أن يقوم الفدرالي برفع الفائدة ب50 نقطة أساس لمحاولة مواجهة التضخم المفرط في الاقتصاد الحالي. طيب بالنسبة لهذا التوقع في يوليو القادم بالرفع رفع الفائدة بنقطة مئوية كاملة، هل تعتقد بأنه هو من ضغط على الأسهم؟ بشكل كبير، يعني تخلت وول ستريت عن مكاسبها في خلال تداولات الأسبوع الماضي عن المكاسب التي حققتها في بداية الأسبوع الماضي عندما ظهرت بيانات التضخم التي أظهرت الارتفاع القوي، وبالتالي تأكدت الأسواق أن الفدرالي متجه لا محالة نحو رفع أسعار الفائدة، ومن ثم شهدنا تراجعات على أسهم مثل أسهم شركات التكنولوجيا ومؤشر ناسداك على سبيل المثال، أسهم مثل تسلا، أسهم مثل مايكروسوفت تراجعت بأكثر من 3% خلال تداولات الأسبوع الماضي ومع بداية الأسبوع الحالي. مؤشر ناسداك تراجع بأكثر من 2% خلال تداولات الخميس الماضي، وهي تعتبر المرة السابعة في خلال عام 2022 الذي يتراجع فيه المؤشر بأكثر من 2%. ارتفعت عوائد السندات وتجاوزت ال 2% منذ اغسطس 2019. كل هذه العوامل ضغطت على قطاع الاسهم او وول ستريت بشكل عام،
وذهبت بمؤشرات مثل الداو جونز يتداول بعيدا عن اعلى مستوياته في 3 اسابيع، بيتداول حاليا ادنى من مستويات ال 35,000 نقطه. فبالتالي بالفعل هو توجه الفدرالي وقيامه برفع اسعار الفائده خلال الفتره القادمه ستضغط اكثر على الاسهم ومؤشرات الاسهم بشكل عام. طيب، تحدثنا عن رسائل الطمأنه الروسيه، ايضا انسحاب القوات الروسيه من الحدود الاوكرانيه، وبعض التراجع بالمخاوف الجيوسياسيه في هذا الملف بصوره عامه، لكن أنت تعلم بأن السياسة قابلة للمفاجآت والاقتصاد أيضا قابل للمفاجآت. في حال حصول غزو روسي لأوكرانيا بالتحديد، ما هي السلع التي سترتفع أسعارها يعني على مستوى العالم؟ رقم واحد أسعار النفط اللي هي التي سترتفع. روسيا كما ذكرت في بداية اللقاء أن روسيا هي ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وأيضا روسيا من أحد أكبر منتجي الغاز في العالم. إذا ما تم غزو روسي لأوكرانيا وتم فرض عقوبات على روسيا، ربما نشهد ارتفاعات قياسية في أسعار النفط ربما تتجاوز ال 125 دولار في وقت قصير جدا. أيضا روسيا وأوكرانيا، روسيا تعتبر أكبر مصدر للقمح في العالم. روسيا أوكرانيا أيضا تعتبر من أحد الموردين الرئيسيين للقمح في العالم، ستتأثر أسعار القمح، وأيضا أوكرانيا من أكبر مصدرين للذرة في العالم. فبالتالي قد نشهد ارتفاعات على مؤشر أسعار الغذاء العالمي الذي هو بالفعل مرتفع، ارتفع في عام 2021 بنسبة 28%، ومتوقع أن نشهد مزيد من الارتفاعات في خلال العام الحالي بسبب استمرار مشكلة سلاسل التوريد. كل هذه العوامل ستنعكس بشكل مباشر على أسعار المواد الغذائية وأسعار ما ستقدمه الاقتصادات، لأن السلع الرئيسية هي عامل رئيسي أو مكون رئيسي في الاقتصاد، وبالتالي سينعكس على الأسعار بشكل كبير، وربما نشهد أزمة تضخم متضخمة بشكل كبير. فبالتالي السلع الرئيسية ستكون بداية من النفط والغاز، ومن ثم السلع الغذائية، وبالتالي هي في اعتقادي ستكون هي أكبر المتأثرين. طيب، هذا من ناحية السلع. إذا ما تحدثنا عن التأثيرات الظاهرة اليوم على الدولار والروبل يعني بسبب المخاوف الجيوسية، هل هناك أيضا عملات أخرى ستتأثر بهذا الشيء؟ المتأثر بشكل رئيسي أو بشكل مباشر الروبل الروسي كعملة لروسيا، ولكن في ظل التوترات الجيوسياسية تتجه الأسواق إلى عملات الملاذ الآمن. على سبيل المثال، ربما لو حدث غزو روسي لأوكرانيا، ربما نشهد ارتفاعات في عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني، الفرنك السويسري، الذهب، ايضا عملات مثل اليورو ايضا قد تتاثر بشكل مباشر على اساس الصراع ما بين القوى الغربيه والقوى الشرقيه، ما بين روسيا والاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه. فبشكل رئيسي الروبل قد يتاثر، هو الذي يتداول عند اعلى مستوياته من بدايات عام 2020 مقابل الدولار الامريكي. الين الياباني قد يرتفع، الفرنك السويسري، اليورو قد يشهد بعض الضغوط البيعية الذي هو بالأصل متأثر بالوضع الاقتصادي وارتفاع التضخم وبقاء البنك المركزي الأوروبي على سياساته التسليحية حتى الآن. فبالتالي كما ذكرت قد تدور في فلك هذه العملات، سواء العملات الملاذ الآمن أو الدولار أو الروبل الروسي واليورو. طيب، في ظل موجة التضخم الحالية على مستوى العالم، بالنسبة للبنوك المركزية العالمية كيف ستتعامل مع هذا الوضع؟ بالفعل هو بنك انجلترا تحرك، يعني كان سباقا للبنوك المركزية الرئيسية، وقام برفع الفائدة في اجتماع ديسمبر الماضي واجتماع الشهر الماضي، وبالتالي اصبح رفع الفائدة في بنك انجلترا كان اول مرة يتم الرفع لمرتين متتاليتين من عام 2004. البنك الاحتياطي الفدرالي متجه بالفعل نحو تشديد السياسه النقديه، وتتجه اغلب التوقعات وتتجاوز نسبه ال 94% ان يقوم الفدرالي برفع الفائده في اجتماع مارس ب 50 نقطه اساس، ومن ثم سيقوم بتقليص ميزانيته خلال العام الحالي. البنك المركزي الاوروبي على الرغم من انه خلال الاجتماع الاخير
قرر تثبيت او البقاء على سياسته التسعيريه الحاليه، ولكن ارتفاعات التضخم لمستويات قياسيه دفعت الاسعار لتسعير قيام البنك المركزي الاوروبي او اضطراره الى رفع اسعار الفائده ربما بحلول عام بحلول شهر يوليو القادم. فبالتالي ستقوم او تتجه اغلب البنوك المركزيه الرئيسيه حول العالم نحو رفع اسعار الفائده وتجديد سياستها النقديه للتغلب على مستويات التضخم القياسيه التي يشهدها العالم اجمع. طيب في هذه الايام ونحن نتحدث على ارتفاع اسعار النفط، لابد ان نشير الى بعض الدول من اكبر الدول المنتجه للنفط وهي الدول العربيه، دول الخليج العربي، السعوديه، الامارات، العراق وليبيا وغيرها من الدول على مستوى العالم وايضا في منظمه اوبك. كيف يمكن ان تستثمر هذه الدول باعتبارها بعيده نوعا ما جغرافيا وسياسيا وعسكريا عن التوترات، بالمقابل هناك ارتفاع حاصل في أسعار النفط والنفط هو أحد العوامل الرئيسة باقتصادات هذه الدول؟ العالم العربي ليس ببعيد عن العالم أجمع، العالم أصبح قرية صغيرة، فأي تأثير في أي منطقة في حول العالم سيتأثر العالم العربي وسيتأثر العالم أجمع، فأي مشكلة أو أي توتر في أي منطقة في العالم نشهد توترات أو نشهد ارتفاعات على أسعار النفط، أسعار الذهب، كل ذلك يؤثر بشكل كبير على الأسواق العربية. أيضا تواجه الاقتصادات العربية أيضا موجة من ارتفاعات الأسعار ووصول التضخم لمستويات مرتفعة، بالتالي ستتخذ الدول العربية أو الحكومات في الدول العربية نفس منهج الاقتصاد العالمي وهو محاولة السيطرة على ارتفاعات الأسعار. ربما الدول المنتجة للنفط تستفيد أكثر من ارتفاعات الأسعار، ولكن بشكل عام هناك موجة أو ارتفاع الأسعار النفط تؤدي إلى موجة من ارتفاع التضخم والتأثير بشكل عام على الاقتصاد وعلى النمو الاقتصادي، فبالتالي ربما سنشهد بعض الإجراءات في هذه الدول وستسلك نفس منهج الدول العالمية. نعم السيد محمد هشام محلل الأسواق المالية في مجموعة إيكويتي، كنت معنا عبر سكايب.